انا اسمي عبير بنت بلقاس وكل الناس عارفاني. انا واخده امر من امر سيدي، ولو امرني احط الحديد في ايدي، لان واخده امر من امر سيدي اعد بحصاني من خرم ابره وسهم والجامي في ايدي. احب اركب الدكر لان ركوب الدكر عز عن ركوب النتاية، بتضربه بالعصا يفز ينطر الحصى على العباية. اما النتاية جسوره جسوره بتنزل الميدان تاخد حقها من الذكوره. بس طبعا الدكر احسن من نتاية لان هو عز. الدكر ده بيبقى هيبة. اللي هو المخصص بيا اسمه أزعرينا، وليه حصان اسمه فخر، وليه حصان اسمه مارادونا، وكان ليه حصان اسمه شهير. حبيته كأن هو مني وأنا منه. اسمه أزعرينا اللي هو الأسمر اللي أنا بركبه ده المخصص بيا. حصان بيحبني وبيخاف عليا، وحتى مثلا لو الركاب مثلا لو الركاب مخلوع من رجلي ومثلا حسيت ان انا هتزحلق ولا كده، هو الحصان بيقف.